بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم ابطال الصف الاول الثانوي؟ النهارده في ماده الاحياء هناخد درس اسمه تميز الخليه وتنوع الانسجه النباتيه والحيوانيه. تعالوا نشوف مع بعض احنا المفروض نطلع بالدرس ده بايه بعد ما يخلص ان شاء الله. اول حاجه، النسيج ده هو جزء من اعضاء جسم الانسان ولا مش جزء من اعضاء جسم الانسان؟ نشوف. اول حاجه، الاهداف اللي هنتعلمها هنحدد مستويات التعضي في الكائنات الحيه عديده الخلايا، هنتعرف على مفهوم النسيج، هنميز بين النسيج المركب والنسيج البسيط، وتعالوا نشوف مع بعض بدايتها هتبقى ايه. النسيج ده عبارة عن كل الخلايا المتخصصة في عملها اسمها نسيج، كل خلية متخصصة في الشغل بتاعها وعملها اسمها نسيج. في نوعين منها، نسيج بسيط ده بيتكون من الخلايا اللي شبه بعض متماثلة في الشكل والحجم والوظيفة والتركيب، ونسيج تاني مركب، خلايا الانسجه النسيج ده بيتكون من خلايا مش شبه بعض خالص، مش متماثله، اكثر من نوع. طيب النسيج ده لما بيتجمع مع بعضه بيطلع لي حاجه اسمها اعضاء. الاعضاء دي بقى مجموعه من الانسجه منظمه جنب بعضها البعض، مثال عليها القلب. طب القلب ده لو دخل مع الشرايين ومع الاورده بيكون ايه بقى؟ جهاز اسمه الجهاز الدوري. فالجهاز هو مجموعة من الأعضاء اللي بتعمل مع بعضها البعض، وده المثال ده بيتطبق على بقية أجهزة الجسم. يعني مثلا الجهاز الهضمي بيتكون من معدة وأمعاء دقيقة، كذا عضو أهو، معدة عضو وعضو الأمعاء الدقيقة وعضو الأمعاء الغليظة. تمام، هندخل بعد كده في الأنسجة النباتية. في منها أول نوع هو الأنسجة النباتية البسيطة، في عندي نسيج برانشيمي زي ما احنا شايفين، هو دواير دواير بتبقى لازقه جنب بعضها مستديره او بيضاويه الشكل، جدرانها بتبقى رقيقه جدا، فيها نواه وفيها سيتوبلازم، في دايما بينها فراغات بينيه، تحتوي الخليه دي على فجوه واحده او اكثر مليانه ميه واملاح، وبتأدي وظائف كتير قوي زي البناء الضوئي، بتختزن المواد الغذائيه زي النشا، ومسؤوله عن ايضا التهويه. تاني نسيج معانا هو النسيج الكولانشيمي. النسيج ده هو النسيج اللين، نسيج حي، خلاياه مستطيلة شوية، يعني مش مدية على بيضاوية زي بتاعت البرانشيمي، جدرانها غليظة شوية بس تغليظها مش منتظم، بمادة اسمها مادة السيليلوز، بتساعد النسيج ده في تدعيم النبات وإكسابه ليونة مناسبة. تالت نسيج معايا في الأنسجة النباتية هو النسيج السكالارانشيمي. النسيج ده نسيج صلب بيتكون خلايا مغلظة الجدر بمادة اسمها مادة الليجينين، وبيضيف السيلولوز، ويقوم هذا النسيج بتقوية وتدعيم النبات وزيادة الصلابة وإكسابه المرونة. الأنسجة النباتية التانية عندي الأنسجة المركبة بقى زي نسيج الخشب زي ما احنا شايفين، ونسيج اللحاء. الانسجه دي مركبه او اسمها انسجه وعائيه او توصيليه لانها موجوده جوه جذع النبات. نسيج الخشب الاول بيتالف الخشب من اوعيه وقصيبات وخلايا برانشيميه. الاوعيه الخشبيه عباره عن انابيب بيتكون كل منها صف راسي كده من الخليه، بتلاشي منها البروتوبلازم، ثم تلاشت منها الجدران العريضه، اترسبت على جدرانها ماده لجينين بقى فيها سلوز عالي، بتكون كل منها من خليه واحده اختفت اللي هي القصيبات منها البروتوبلازم، تلجنت جدرانها بطبقه اللجينين زي الاشجار العاليه بالظبط. الشجر ده فيه نسيج خشب، النسيج ده صلب جدا وقوي جدا، في ماده اللجينين دي اللي خلته تكسبه الصلابه يعني انه ناشف كده وجامد، لازم تبقى فاهم المعنى كويس. نسيج اللحاء ده نسيج اساسا بيتكون من انابيب غربليه مرافقه وانابيب تانية اسمها انابيب مرافقه، تنشأ الانابيب الغربليه دي من خلايا متراصه فوق بعضها البعض راسيا، بتتلاشي انويتها والجدر الفاصله بينها مثقبه عشان تقدر تمر منها المواد الغذائيه، وجنبها خلايا برضو تسمى خلية مرافقة بتزود الأنابيب الغربالية دي بالطاقة اللازمة للقيام بوظيفتها. طبعا زي ما احنا قلنا من شوية بيقوم اللحاء بنقل المواد الغذائية عشان هو مثقب اللي بتنتج عن عملية البناء الضوئي من الأوراق للأجزاء الأخرى من النبات.
النوع الثاني من انواع الانسجه هو الانسجه الحيوانيه. الانسجه الحيوانيه عندي نسيج طلائي، نسيج الطلائي البسيط، نسيج بيغطي سطح الجسم من الخارج وبيبطن تجاويف من الداخل، وبيتكون من خلايا مرصوصه جنب بعضها زي اللي هو الحرشوف البسيط، بسيط جدا. طب البسيط ده في منه كذا نوع، حرشوفي بسيط، عمادي بسيط، مكعب بسيط، يعني عمودي فوق بعض. الحرشوف البسيط طبقة واحدة كده مفلطحة زي ايه، زي الشعيرات الدموية وجدران الحويصلات الهوائية في الرئة. طب المكعبي اللي هو شبه الدايرة ده عندنا، مؤلف من طبقة واحدة من الخلايا المكعبة كما بطانة أنيببات الكلى زي كده. طب والنسيج العمادي مؤلف من طبقة واحدة عمادية كما في بطانة المعدة والأمعاء. تمام. الأنسجة الطلائية دي بتنتظم فيها الخلايا زي ما احنا قلنا طبقة واحدة بس، زي ما احنا شايفينها يا إما مكعبة يا إما عمادية يا إما حرشوفية مفلطحة. النوع التاني من الأنسجة هي النسيج الطلائي المركب. تنتظم الخلايا في صفوف أو عدة طبقات. أول واحدة فيهم النسيج الحرشوفي المصفف. حرشوفي مصفف يعني إيه؟ من كلمة مصفف يعني فوق بعضه، يعني مفلطح بس فوق بعضه، مرصوصين فوق بعض زي سطح الجلد بالظبط، زي سطح الجلد بالظبط. وظائف بقى النسيج الطلائي ده امتصاص الماء والغذاء المهضوم، وقاية الخلايا اللي تكسوها من الأذى والجفاف والميكروبات، إفراز المخاط لحفظ تجاويف البطن، تجاويف التي يبطنها رطبة ملساء على طول. تمام. واحنا قلنا الوقايه وقلنا الامتصاص وقلنا افراز المخاط، خلاص يبقى هو كده دول الوظائف المختلفه للنسيج الطلائي. طبعا كل واحد على حسب مكانه، يعني النسيج الطلائي اللي موجود في مناخيرنا مثلا مختلف عن النسيج الطلائي اللي موجود في جسمنا على الجلد مثلا. طيب عندنا الانسجه الثانيه هي الانسجه الضمه. الانسجه الضمه دي في منها بتتكون طبعا من خلايا متباعده شويه عن بعض، مغموسه في ماده اسمها ماده بينيه او بين خلويه. في الضام الاسهل، الضام الهيكلي، الضام الوعائي. الضام الاصيل اكثر انواع انتشارا، بيمتاز انه يجمع بين درجه متوسطه من الصلابه ومن المرونه. وظيفته الاساسيه بيربط بين الاعضاء والانسجه بعضها وبعض. موجود فين ده؟ تحت الجلد في طبقه اسمها طبقه الادمه، وفي المساريق اللي بتربط اعضائنا من جوه ببعضها البعض. اعضائنا دي مش بتعوم كده على بعضها، لا كل واحد عارف مكانه كويس ومربوطه بالمساريق. النوع الثاني هو النسيج الضام الهيكلي، بيضم العظم والغضاريف وموجود فيه العظم زي الكالسيوم. النسيج الضم الوعائي بيشمل الدم والليمف، وهو ماده بين خلويه سائله، وظيفته الاساسيه بينقل الغذاء من مكان للاخر. الانسجه الثالثه هي الانسجه العضليه زي ما احنا شايفين، تتميز بقدرتها على الانقباض والانبساط. في منها عضلات ملساء بتكون لا اراديه مش مخططه موجوده زي الجدار القناه الهضميه والمثانه البوليه والاوعيه الدمويه. وعندنا نوع تاني اسمه الهيكليه، وده موجود في عضلات الايدين والرجلين والجذع، الهيكل العظمي يعني. طب والقلبيه، العضلات القلبيه من اسمها هي موجوده في القلب، بتجعل القلب ينبض بصوره متزنه كوحده واحده. رابع حاجه معايا هي الانسجه العصبيه. تتخصص الانسجه العصبيه بقى في استقبال المؤثرات الحسيه داخل وخارج الجسم، بتوصلها للمخ والحبل الشوكي، وبعدين بتنقلها كل واحد لمكانه من الاعضاء. خلاصة الدرس طبعا كمية الأنسجة دي، لازم كل نسيج تعرف هو موجود فين، شكله ايه، تركيبه ايه، يعني اذا كان متراص جنب بعضه، عمادي فوق بعضه، عضلي مكانه فين، بيعمل ايه، عصبي، قلبي، لازم تبقى عارف كل الأنسجة دي موجودة فين. مع بعض نحل الأسئلة. اكتب المصطلح العلمي نسيج يتكون من خلايا غير منتظمة ورقيقة الجدار بينها مسافات بينية بتأدي وظائف زي البناء الضوئي واختزان المواد كالنشا، يبقى النسيج الطلائي. نسيج حي تكون خلايا مستطيله جدرانها مغلظه ومغلقه ومش منتظمه، نسيج
الكولانشيمي، نسيج بيغطي سطح الجسم من الخارج ليحميه من المؤثرات، هو الغسيل النسيج الطلائي. واسفه، اول نسيج هو هيبقى النسيج البرانشيمي. الاسئله اللي هتحلوها وان شاء الله هتجاوبوا عليها على الفيديو، يعني تعتبر الخلايا العصبيه من اطول الخلايا في جسم الانسان. ماذا يحدث لو فقدت الانسجه العضليه قدرتها على الانقباض والانبساط؟ هيحصل ايه؟ عندك سؤالين تانيين، تعتبر الخلايا العصبيه من اطول الخلايا. دول نفس الاسئله. نفهم نتعلم ببساطه. بشكركم جدا عشان تابعتوا الفيديو النهارده، ولو محتاجين اي اسئله ممكن تحطوا كومنت على الفيديو. ممكن كمان تقدروا تزوروا الموقع بتاع نفهم، تقدروا تشوفوا بقيه الفيديوهات واي فيديوهات تانيه محتاجينها. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.